حول هذا الموضوع أكد السيد عبد الكريم عبد الحميد المير مدير إدارة الفعاليات والبرامج بوزارة شؤون الشباب والرياضة، أكد في نشرة سابقة لتوجيه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بمواصلة فعاليات مدينة الشباب، يأتي لتمكين الشباب البحريني وخلق فرص تدريبية ببرامج جديدة ومتنوعة تهدف إلى اكتشاف وصقل المواهب الشبابية. طبعا بنت مدينة الشباب في 2010 برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، واستمرت لمدة 10 سنوات بمتابعة حثيثة من سموه ومتابعة دائمة لهذا المشروع. في 2000 مؤخرا طبعا بسبب الجائحة توقف هذا المشروع لمدة سنتين، والحمد لله جاء توجيه من سمو الشيخ ناصر في مارس 2022 بإرجاع هذا المشروع وأحياء هذا المشروع مرة أخرى، وذلك طبعا لأن هناك بوجود العديد من المطالبات من الشباب أولياء الأمور بإرجاع هذا المشروع لما له دور في تنمية الشباب وتطويرهم. مدينة الشباب السنة بيكون فيها أكثر من 70 برنامج، 70% من هذه البرامج هي برامج جديدة، تخصصات جديدة في الأمن السبراني، تصميم الألعاب الإلكترونية وغيرها من تصميم الأزياء، تصميم المجوهرات، وطبعا 2400 فرصة تدريبية بتكون تقدمها مدينة الشباب هالسنة إن شاء الله في 2022 للشباب.